الآن في منطقة حي المهندسين ضمن مشروع تجهيز وتنفيذ الخطوط المطرية الناقلة المرحلة الثالثة. هذا المشروع ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة البلديات والإعمار. الخط المسمى SL47 يخدم منطقة حي الأندلس والمجموعة وحي الشرطة بالإضافة إلى حي المهندسين. يتضمن هذا الخط خطوط مطرية ناقلة بأقطار كبيرة حوالي يعني القطر 2400 وأقطار أخرى، بالإضافة إلى وجود محطة في منطقة الخرازي محل المهندسين، المنطقة المحطة المسماة SL2 اللي سوف تستلم مياه الأمطار، معالجة مياه الأمطار والسيول التي المشاكل الموجودة في مناطق المجموعة كما ذكرت وحي الشرطة والأندلس، بالإضافة إلى حي المهندسين. نقول إيش قد بالمياه؟ المشروع هذا مشروع مثل ما قلت لك هو ضمن الخطة الاستثمارية تابع لوزارة البلديات. هذا مشروع محال من سنة 2012، احنا رجعنا استأنفنا عمل بال 2019، انجزنا ما يقارب 70% من المشروع، بقت عندنا 30% من المشروع. ان شاء الله خلال الفترة القادمة سوف تنجز بالكامل وندخل هذا الخطوط والمشروع يدخل ضمن الخدمة ومعالجة مياه الأمطار للمنطقة اللي تم ذكرها في الساحل الأيسر. يعتبر من المشاريع الصعبة في هذه المنطقة، شنو صعوبتها؟ المشروع هذا نحن شغل مشروعنا اللي هو مثل ما ذكرت اسم المشروع خطوط المطرية الناقلة ساحل الأيسر، اشتغلنا بحي المالية وحي الضباط وحي الفرقان بالإضافة إلى حي الشرطة وحي المهندسين. هذه المنطقة تعتبر يسموها مناطق حوض النهر، من أصعب المناطق العمل، بالإضافة إلى الأقطار والأنابيب، نوعية الأنابيب المستخدمة أنابيب كونكريت قطر 2400 طولها مترين ونص. والعمل في هكذا مواقع تربة تكون عبارة عن زميل زراعي، مثل ما تشوف أنت بالموقع زميل زراعي، تربة حيل هشة، بالإضافة إلى وجود منسوب عالي من الوتر تيبل، مياه جوفية مستوى عالي. وهذا العمل يحتاج إلى يعني إمكانيات جبارة وطرق للعمل، مثل نحن نستخدم طريقة الديوترنج. الديوترنج هي شلون؟ عبارة عن نقوم بأعمال حفر بتات، البتات هي عبارة عن بيار نحفر، نسحب المياه جوفية نسحبها حتى نقدر ننزل الأنابيب ضمن هذا المسار.